كنت رون الحفل سجل لي دخول واعلن على الواتساب حالة طارية ريلاكس لا من جات قاهرت العدو فضل الميدان جات الداهية اللي حضرت زلزلت كل العقول بحضورك الكل مسكت زاوية وبحضورك الكل مسكت زاوية اللي احتمل ميدانه وسطة تجول لما تخيب ظن منه هادية تلعب على الحان معقر عالطبول كم بنت عود رجعتها هافية أما العيون السود والطرف الخجول وقت التحدي والمعاند وافية وقت التحدي والمعاند وافية اللي نواها ما ينول ولا يطول واللي تحدث ما تشوف العافية فيها السطر تدعس على خشم العدو ليهم ما نبح الكلاب العاوية الله وهبها الزين واعطاها القبول امجننتكم بالوصوف الطاغية امجننتكم بالوصوف الطاغية بفعالها كل نحكى وكل يقول وامجادها لها لا طروها كافية نسلة لصايل نسل وافين الفعول فيها المدايح والقصايد زاهية من راسك ومن فوق ما هي من ذيول عن ساسها كل القبايل دارية عن ساسها كل القبايل دارية يا كنت رون الحفل سجل لي دخول واعلن على الواتساب حالة طارية ريلاكس لا من جات قاهرت العدو فضل الميدان جات الداهية اللي حضرت زلزلت كل العقول بحضورك الكل مسكت زاوية وبحضورك الكل مسكت زاوية اللي احتمل ميدانه وسط تجول لما تخيب ظن منه هادية تلعب على الحان معقر عالطبول كم بنت عود رجعتها هافية أما العيون السود والطرف الخجول وقت التحدي والمعاند وافية وقت التحدي والمعاند وافية اللي نواها ما ينول ولا يطول واللي تحدث ما تشوف العافية فيها السطر تدعس على خشم العدو ليهمنا نبح الكلاب العاوية الله وهبها الزين واعطاها القبول امجننتكم بالوصوف الطاغية امجننتكم بالوصوف الطاغية بفعالها كل نحكى وكل يقول وامجادها لها لا طروها كافية نسلة لصايل نسل وافين الفعول فيها المدايح والقصايد زاهية من راسك